اهلا بحضراتكم من جديد. بعيد برضو كلامي اللي قلته في مقدمه الحلقه، ان اكبر انجاز تم في تاريخ كره السله المصريه على مستوى كل نشاطات الاتحاد الدولي هو الانجاز اللي تم من حوالي اسبوع او 10 ايام. منتخب الشباب 3-3 فاز برابع العالم، وده انجاز كبير. وقلنا كده في الانترو بتاعنا، النهارده هيكون معانا ابطالنا اللي مثلونا هناك واللي حقيقه اللي رفعوا راسنا بشكل كبير. معانا النهارده كابتن ياسر ابو الفتوح، نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق ومدير فني فريق الشباب بالنادي الاهلي. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك كابتن ياسر. واكيد طبعا مدير فني الفريق 3-3 اللي شارك في بطوله العالم. الحمد لله. الف مليون مبروك. الله يبارك فيك يا فندم. مبروك لكل المصريين. وحابب اقول لك متشكر جدا لقناه النادي الاهلي ان هي كانت سباقه في بالاحتفال بينا كافراد بعثه موجودين. كنا بنمثل النادي الاهلي عن طريق المنتخب. دي حاجه شرف لينا ان احنا موجودين. ده حقك يا كابتن، ده انجاز كبير وهنفضل دايما ابدا فاكرينه، لان الحقيقه يعني قليل في كره السله لينا انجازات عالميه، بس انت الحمد لله كتبت اسمك من ده في هذا الانجاز. ده فضل من ربنا سبحانه وتعالى علينا يا رب. نرحب بقى نجم الفريق واللي ما شاء الله اللاعب الصاعد الواعد من ناشئين نادي الاهلي ومن النادي الاهلي وكان نجم في هذه البطوله ايضا، مؤمن طارق خير. اهلا بيك يا مؤمن. اهلا بيك كابتن. مبروك وانجاز كبير. اكيد 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 سعيد. الحمد لله. الله يبارك في حضرتك. الاول احنا تعبنا جدا عشان نوصل لحاجه من الحاجات دي، خصوصا ان احنا كجيل الجيل بتاعنا احنا كان في 5 أو 6 في منتخب 5-5 وكسبنا بطوله افريقيا وعملنا فيها ارقام جميله، بس ربنا يعني ما اكرمناش وما رحناش كاس عالم. ف يعني هي اتعوضت لنا لما رحنا نلعب كاس عالم 3-3، والحمد لله عرفنا يعني بشغل كابتن ياسر وبتعب اللي تعبنا معاه نحقق حاجه الحمد لله. اكيد. والف مبروك. خلينا عملنا تقرير اعزائي المشاهدين عن هذا الانجاز الكبير، نشوف التقرير ده وجه لحضراتكم. نجح المنتخب الوطني لشباب كرة السلة 3-3 في تحقيق إنجاز تاريخي بعد الحصول على المركز الرابع في بطولة العالم والتي أقيمت بمدينة دبرتسن المجرية خلال الفترة من 24 وحتى 29 من أغسطس الماضي. وقدم أحفاد الفراعنة أداء رائعا خلال البطولة العالمية، واستطاعوا الفوز في 5 لقاءات من أصل 7 خاضوها بنسبة فوز 71%، كما سجلوا 112 نقطة بواقع 16 نقطة في اللقاء. وتصدر أبناء النيل المجموعة الثالثة بعد الفوز على رومانيا في مستهل اللقاءات بنتيجة 18-12، وعقبه الفوز على منتخب بيلاروسيا بنتيجة 20-17، قبل أن يختتموا دور المجموعات بالفوز على المنتخب الألماني بنتيجة 13-10. واستطاع منتخب الشباب المصري التغلب على نظيره الكازاخستاني بنتيجة 21-16 في منافسات دور ربع النهائي، ولكن لم يحالفهم التوفيق أمام منتخب إستونيا ليخسروا بنتيجة 16-11. وأخيرا كانت الخسارة أمام منتخب بيلاروسيا بنتيجة 21-9 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، بالرغم من فوز منتخبنا عليه في دور المجموعات. وأظهر لاعبو مصر مهارات رائعة وقدرات خاصة خلال البطولة، تلقوا عليها إشادة كبيرة من جميع المشاركين والمتابعين للبطولة المونديالية. ومثل المنتخب المصري في البطولة الثلاثي الأهلاوي مؤمن طارق خيري، محمود وليد، عبد الله ناصر، إضافة إلى أحمد ياسر ريحان لاعب نادي سبورتينج، وذلك تحت القيادة الفنية للكابتن ياسر أبو الفتوح المدير الفني للفريق. أهلا بحضراتكم من جديد يا كابتن ياسر. أكيد بطولة مش سهلة، أكيد كمان أنتوا كنتوا رايحين يعني على المجهول، ما فيش يعني كل طوله بذات الشباب والناشئين بتروح كل سنه تلاقي لعيبه جداد ومنتخبات جديده واشكال جديده، اتعاملت ازاي مع البطوله كابتن ياسر؟ والله بص، هو يعني كان في حصل الاول ايفنت اتعمل من قبل اتحاد السله تحت رعايه كابتن رحاب الغنام، الانتقاء طبعا اللعيبه عشان يبقى طبعاً الانتقاء عادل، في انت بتمثل مصر ومنتخب مصر لازم يبقى في فرص لجميع الناس متساويه. وبعد الايفنت دوت اخترنا مجموعه من الناس، بعد كده اتعمل معسكر مفتوح. بعد المعسكر المفتوح ده قعدنا برضو في معسكر مغلق حوالي اسبوع او 10 ايام، ومن خلالها بدانا نحط ايدينا على اللعيبه اللي هتسافر معانا في كاس العالم.
بحياديه تامه، بعيد عن النادي الاهلي، بعيد عن نادي الزمالك، بعيد عن اي نادي. اي انتماءات؟ اي انتماءات. ده منتخب مصر اللي بيمثل مصر. مش معنى وجود ثلاث لعيبه بالنادي الاهلي معناها ان اللعيبه الثانيه لا ما فيش، لا دول احسن ثلاث لعيبه موجودين، بالاضافه الى ياسر، احمد ياسر ريحان للسبورتنج، اضافه قويه جدا للمنتخب. وحابب اشكر قبل ما يخلص يعني الكلام بتاعي ينتهي كابتن رحاب الغنام، ما سابتش البعثه تقريبا يوميا كل يوم معانا حتى واحنا في المجر. كابتن طلبه بيتصل بينا، كابتن مجدي ابو فليخه، كابتن محمد مصلحي، تقريبا كلهم بيحاولوا يشدوا من ازرنا. الموضوع كان في البدايه يعني داخلين على نمط جديد وكومبيتيشن جديد في الرياضه. خدنا الموضوع ستيب باي ستيب. كل ماتش عامل اجتماع مع الولاد، بنحط اسس هنعمل الماتش دوت ايه والماتش اللي بعده ايه، نخلص من الماتش الاولاني نبتدي نفكر في اللي بعده واللي بعده واللي بعده، لغايه ما ربنا كرمنا وصلنا دور الثمانية، وهنا بدانا قصه تانية خالص. صحيح صحيح صحيح. وخليني اقول لك برضو يا مؤمن، انت ليك خبره مع 3-3، يعني انت لما رحت يعني انا ما حسيتش ان انت حاسس بمشكله، يعني بتقدر تلعب وحافظ القوانين والسرعه، اصل هي ليها رد فعل مختلف، يمكن ده كان صحيح. هو يعني انا شاركت في بطولات 3-3 بتتعمل في مصر زمان كتير، يعني لعبت حوالي 7 مرات كنت كسبان منهم 6، فكنت اتعودت على الجو بتاعها كتير قوي، ومع 5-5 فدي يعني مع بعض الاثنين فادوني في اللعب. الفرق ما بين الاثنين كان حاجات الناس هتشوفها بسيطه، بس هي حاجات زي ايه يا كابتن؟ الصفاره هناك مختلفه عن الصفاره في 5-5، الموضوع هناك مختلف. يعني ايه الصفاره مختلفه؟ يعني وضح للمشاهد اللي يعني عزيزه على الحكم شويه، يعني ما بيتصفرش غير لما يبقى الفاول، ممكن يعني يبقى فاول فاول تعويره اللي هو انت بتتعور عشان تاخد لازم تجيب دم عشان يصفروا حاجات كده. فكانت الصفاره بتبقى تقيله شويه، يعني ما بيصفرش وخلاص. بيبقى اللعب طف اكتر، اجريسيف، الناس يعني بتنتهز فرصه ان الحكام صفارتها بتتاخر في ان انا هلطش ايد ده او هخبط ايد ده كده. بس اكيد يعني انتوا عملتوا نفس الكلام. احنا استغلناها، ما وصلناش بقى، استغلناها نستوعب الامر بعد تاني ماتش، بس كسبنا اول ماتش الحمد لله، فهمنا، فنزلنا بقى بنلعب بالصفاره على الصفاره، بالظبط، لقينا بنلعب زينا زي الفرق الثانيه، احنا داخلين نلعب اجريسيف اكتر منكم وعايزين نكسب. الدنيا كانت بالنسبة لنا جميلة. جينا يوم ماتش استونيا، كان ده الماتش التالت والرابع، الماتش لا قبل النهائي، الناس قبل النهائي كان الموضوع فيه ارهاق اكتر. حسيتكم تعبانين؟ احنا يعني كان الموضوع فيه تعب اكتر، لان انت بتلعب ماتشين في اليوم، والماتشين هم ال10 دقائق دول، الموضوع متعب. هو مش 10 دقائق كابتن هيثم بس، هو احنا كانت ماتشاتنا تقريبا كلها بالليل، ففجأة استونيا لعبت الصبح، لا فجأة جه ميعاد الورلد تور اللي هم هيتلعب اللي هم الهواية الهواية اللي بيلعبوا 3-on-3، فبدأوا يعدلوا المواعيد. بقت احنا مواعيدنا بقت الصبح، احنا لعبنا ماتش كازاخستان بتاع دور الثمانية الساعة 9 الصبح، الساعة البيولوجية اختلفت في 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 اقل من 12 ساعة، وقت راحتك اقل جدا، فده أثر بالسلب طبعا في الأدوار، يعني في الدور السيمي فاينال اللي احنا لعبنا. ده كان ماتش ايه يا كابتن اللي استونيا؟ لا ده ماتش ايه ده؟ ده كازاخستان دور 8، دور 8 كان ماتش واضح القوه حتى البدنيه، يعني بصوا يا جماعه حتى كازاخستان بطل عالم النسخه اللي فاتت، عرفت لما كاس العالم ما شاء الله يعني وطلعناها، فدي طبعا حاجه يعني بصراحه الولاد قدوا، انا بصراحه فخور جدا بيهم. وانت كان عندك مشكله كمان يا كابتن في البطوله دي، احنا واخدين في 5-5 ان في كوتش واقف بره. لا احنا كنا احنا الكوتشات، الكوتش كان بيسيب تعليمات وبتمشي. انا اقول لك انا اقول لك كابتن، كنت بتتعاملوا ازاي مع الوضع ده؟ هو احنا عملنا رولز من اول المعسكر ان في ليدر، 2 ليدر في الملعب. مين ومين؟ مؤمن خيري واحمد ياسر ريحان. احمد ياسر ريحان هاي لعيب انا حي جدا على مجهوده وحقوقه، لعيب كويس عليه قوي في الملعب، والاتليتيك بتاعه عالي محترم جدا، لعيب ومميز جدا، وهو مش موجود من فراغ في المنتخب. يعني بص الضرب، بص الضرب، بص الضرب، لا يا جماعه عيدوا الكره ثانيه، بص التلطيش، بص التلطيش، الموضوع كان صعب. لا تصدق فعلا الكره دي ما سافرتش فاول يعني. لا فانت عندك 2 ليدر بقى، كان احمد يعني هم في الميتنج اللي قبل الماتش ببقى عارفين هنلاعب مين مثلا، احنا ظروف الماتش احنا بنقولها
وهم بينفذوها لوحدهم في الملعب. هي دي اصعب حاجه في الموضوع. وطبعا مع اعزائي من بره دي قصه ثانيه خالص. يعني عشان انت كنت بتبقى قاعد في الملعب يا كابتن؟ يعني تقريبا في السايد الشمال منهم يعني. يعني قاعد في المدرجات عادي؟ في المدرجات ومالكش حق ان انت تتكلم. احنا لو بصينا له بناخد تكنيكال فاول ممكن تضطر كلاعب اصلا. ده عامل زي الاسكواش كده. لا لا بدات اتكلم بالمصري عشان خاطر هو واحنا بنسمع ما بتبصلوش يعني خش اطلع شوط. لا يعني سي مثلا صوب. في بليز انا اقوله بالمصري حتى اخترنا كل العابنا باللغه بالايجيبشن باللغه المصريه. ما هو كابتن مصري برضو مصري محدش يغلبه يا كابتن. المصري بص يعني انتوا عملتوا حاجه حلوه قوي وعملتوا مصطلحات مصريه. عملنا العاب باسامي مصريه بحيث ان اللي قصادنا حتى ما يفهمهاش يعني حتى لو قلت 2 او 5 او اي حاجه ما خلاص دي مفهومه يعني معروفه الناس دي لغه ثابته عندهم. فبدانا نتكلم باللغه العربيه اغلب الحاجات وحتى لو في محتاج منهم اي حاجه في الملعب. كان في طب كنت بتنفعل حتى تسقف على الكره بتاعه ولا مالكش في الكلام ده؟ طبعا مصر انت بتتكلم باسم مصر يا كابتن هيثم ده زي النادي. الموضوع اهو كانك انت متخيل يعني الاثنين واحد. ما انت لعبت منتخب مصر يا كابتن ونجم كبير يعني ومؤمن. انت لعبت منتخب مصر واخد احسن لعيب في افريقيا كذا 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 بطوله يعني انتوا الاثنين ما شاء الله بتمثلوا اسم مصر. طب قول لي انت حسيت يا مؤمن برضو انا ليه احنا برضو يا كابتن يعني ايه اللعيبه الشباب متابعين السوشيال ميديا شفت المتابعه كانت عامله ازاي؟ لا الموضوع كان جميل يعني هو بيخلي الواحد عايز يعمل حاجة أكتر اللي هو الناس بتتفرج ليه ما نفرحش الناس بتتفرج ونخليهم مبسوطين ونحاول نعمل حاجة أكتر. فكان الموضوع ده اللي مساعدنا ان احنا كنا عايزين نوصل دور الثمانية عايزين نلعب نكسب كاس عالم ليه ما نكسبش كاس عالم. بس أقول لك على حاجة الموضوع مش صعب. أنا من وجهة نظري انتوا خدتوا ميدالية والله العظيم اللي يوصل قبل النهائي كانوا خد ميدالية وأكيد ده شعورك. والله بص أنا أقول لك على حاجة هي يعني سبحان الله يعني هي قدر الله وما شاء فعل. هو كانت مكتوبه صحيح قبل ما نسافر ان احنا نظهر. الاولاد عملوا اللي عليهم واكتر من بكتير قوي كانوا محاربين. انا في رايي مش لعبه باسكت ان 3-3 لعبه فايتنج جامد جدا لسه على الموضوع لسه يعني اكتر من ال 5-5 اللي احنا بنلعبها في مصر. اسرع كمان من ال 5-5 في الملعب اسرع. انت الكره ما بتلحقش الشواب للكره ان انت 12 ثانيه بس انت الهجمه 12 ثانيه بس الهجمه 12 ثانيه لازم تخلص بسرعة 10 دقايق راح فين. لا لا بوميتا. بس انا عايز اسالك بقى سؤال يا مم. بابا كان بيكلمك كابتن طارق خيري طبعا من الاهلي السابق يعني كان بيكلمك ولا خلاص هو اداك لكابتن ياسر زميل الملاعب؟ خلي بالك كابتن ياسر انا عارف كتير قاعد يعني مع بعض كتير يعني كلمك؟ كلمني طبعا هناك وكان الكلام ان انتوا ماشيين كويس فكملوا انتوا الموضوع مش صعب زي ما انتوا فاكرين طول ما انتوا مصدقين ان انتوا هتعملوا حاجه هتعملوا. فده كان الكلام. وبصراحه بيكلمك فنيا في حاجات؟ قول ما تكسفش كابتن ياسر مش هقول حاجه. لا هو عارف هو لما كلمني طلعت قلت له ان هو بيكلمني في حاجات يعني بيقول لي على كل حاجه يعني. لا انا احنا تيم بس يعني انت ما كنتش بتزعل يعني من طارق بيكلم؟ ما دي الروح. ما انت خلي بالك انت وطارق خير سنين طويله مع بعض سنين وكوتش كوتش زي بابا بالظبط يعني هو بيتعامل معايا بنفس الطريقه ما فيش اختلاف نفس التهذيب الخزوي مفيش اي اختلاف. كابتن ياسر تسمح لي بس انا عاوز اتفضل يا كابتن. في واحد لازم اشكره كابتن احمد جمعه. كابتن احمد جمعه طبعا ده مدرب في نادي سبورتنج كان معانا في بعثة ماسك فرقة البنات. هو بصراحة روحه عالية جدا ساعدنا كتير قوي في البطولة وساعدني أنا كمدرب كمان وكان لي لمسات معانا فنية. راجل أنا بشكره من خلال قناة النادي الأهلي على مجهوده معانا حاجة أنا بجد راجل فاهم وبيعمل جدا. أتشرف إن أنا كنت مع هذا الرجل قلبه على مصر بطريقة غير طبيعية وهمه خلاص خلص فرقته وماتشاته مهم ان احنا كمان نعدي الليفل اللي احنا وصلنا له وعاوزين نوصل اعلى. هو كان ليه دور معايا كبير برضو انا بشكره من خلال قناه النادي الاهلي. واحنا كمان تحياتي كابتن احمد جمعه وتحياتي لكابتن رحاب على مجهوده المسؤول مظبوط يعني منها يعني مجهود جامد جدا. طب خلينا ارجع لك برضو مؤمن اكيد الانجاز ده طمعك يعني انت حسيت ان نقدر طبعا يعني احنا طبعا كلنا زعلانين ان مصر خدت مركز ال11 في بطولة افريقيا طبعا الاتحاد الافريقي اعلن النهارده فاكيد احنا زعلانين بس انتوا كجيل طالع مصدقين ده ان احنا مش بس عايزين بطولة افريقيا لا ده احنا تونس النهارده بتاخد بطولة افريقيا وما شاء الله شكلها فريق اوروبي. هل نقدر انتوا كشباب
تحققنا الحلم ان احنا نطلع العالميه. نقدر يا كوتش، هو مفيش حاجه صعبه، بس طول ما انت قريب من ربنا وبتشتغل، طول ما انت ربنا هيكرمك وشغلك هتلاقيه في الملعب. انما ما ينفعش يبقى مش شغال وعايز اكسب، ده شيء مش منطقي. لعيبه الدرجه الاولى كلهم لعيبه كبار، يعني حظهم كان وحش، في لعيبه اتصابت، في يابا مين مناخيره كان جاله شرخ في الانف قبل البطوله ولعب وهو مصاب ومن غير الماسك، وانس اسامه اتصاب في اول ماتش او ثاني ماتش. عمرو الجندي كان عامل بطوله مش سيئه، بس يعني هم ربنا يعني انتوا كشباب مصدقين، انتوا مصدقين، واحنا بنقعد نتفرج عليهم نتعلم منهم كتير يعني. بصراحه هم بالنسبه لنا لا، بس خلي بالك يا كابتن، انا طبعا كل الاحترام لكل اللعيبه، انا طبعا دي حاجه جيده، وهو المسؤوليه مش مسؤوليه لاعبين بس، في اعداد وفي حاجات المفروض تبقى موجوده مع اللعيبه، ولكن انا قصدي على الروح، ان انا ان احنا شايفين اليد بيروح بطولاتهم، مش رايح داخل، انا داخل الثمانيه، فانا عايز يبقى ده شعورنا احنا نقدر. واحنا روحنا كويسه مع بعض يعني من بدري، يعني احنا اول منتخب دخلناه كنا دخلناه مع الدكتور رفيق، وده يعني ده حاجه حظنا حلو فيها، ان احنا بدانا اول منتخب بينا مع الراجل ده، لان هو علمنا حاجات كتير قوي، واولهم هي الروح، ان احنا لازم تبقى روحنا ان احنا واحده واحده، ان احنا ما فيش فرق ما بيننا وما بين بعض، كله كويس، لازم كله يلعب عشان نكسب، وعشان تبقى مصدق انت رايح تعمل ايه، كله بيشتغل وانت مسافر او رايح الحته اللي انت تلعب فيها ايا كانت فين، والبطوله اللي انت تلعبها انت مصدق انك هتعرف تكسبها عادي، مفيش فرق اجمد منك، كله في الملعب 5-5 او 3-3، انت في كل الاحوال كل واحد قدامه واحد، فانت ما فيش حد زياده عن التاني في دراع او في، انتوا الاثنين نفس الشيء، عندي ايد وعندي رجل، بالظبط الاثنين نفس الشيء، فانت لازم تبقى مصدق انك رايح تكسب. فده اللي كان كابتن ياسر بيشتغل عليه معانا في الاول يعني. برافو عليك. وخليني اقول لك كابتن، ان كابتن ياسر بقى السنه دي سنه سعيده عليك، صح ولا لا؟ الحمد لله بفضل الله حسن. يعني سنه 2021 دي ستظل تذكرها بفضل الله. اولا مع النادي الاهلي كنت موفق جدا مع فرقتك 18 الحمد سنه لله. خدت بطولتين ما شاء الله، صح انا مذاكر كويس، اثنين ومنطقه وجمهوريه، والحمد لله طلعت مع منتخب 3-3، لا وجمهوريه كمان، وجمهوريه كمان، الجمهوريه اللي كانت مع لحمه الموسم القديم، معلش ماشي عديها لي يا كابتن، والقاهره برده، والقاهره برده، وانا بقول لك. وبعد كده دخلت الحمد لله على ايه، على المنتخب 3-3، وكانت اول تجربه ليك كرجل اول، فطبعا سنه سعيده عليك. بص انا اقول لك على حاجه، قبل كل شيء ده فضل من ربنا عليا، ونعم بالله الحمد لله والشكر لله يعني. انت ما عليك ان انت بتجتهد، بتحط اللعيب على اول الطريق، وتبدا تتابع معاه نقطه نقطه، وبتحاول دايما تبوش تهم ان هو يطلع لقدام بالاحسن. الحاجه الجميله في الاجيال الجيلين اللي انا مرتهم، اللي هو جيل 2002 و2003 و2001، هم عطشانين بكل حاجه، عندهم ثقه في نفسهم يعني، مؤمن وهو بيتكلم. انا اسمح لي يا كابتن، عندنا بنيه تحتيه في النادي الاهلي، ثروه كبيره جدا في قاعده الناشئين، وان شاء الله مش هيتم التفريط في اي لاعب، ان شاء الله ان شاء الله، متاكد من كده ان شاء الله، واعتقد ان شاء الله المستقبل النادي الاهلي لو الامور يعني اتجهت ان احنا برضو نعتمد على ناشئيننا، اللي احنا عندنا ناشئين على اعلى مستوى، بدليل ان احنا 70-80% من البطولات اللي في المرحله ديت احنا واخدينها، كل البطولات. نعم صحيح. فعندنا كوادر قويه جدا في الناشئين تقدر تحقق حاجات كثيره جدا. مؤمن مين مسك الاعلى؟ ما تقوليش بابا، حد تاني. لا هو يعني ما فيش حد معين، انا بقعد بصراحه بقعد اتفرج عليهم كلهم، لان هم كلهم لعيبه كبار في الاهلي، هم كتير يعني، ابو النصر، عمرو الجندي، الجمال، يابا مين، مودي الجرحي، يعني كل الجردات بقعد اخد من كل حد فيهم حاجه، بحاول اتعلم منهم. بس يعني انا من زمان يعني من فتره، مش من زمان قوي، بس انا بسمع عن كابتن اسماعيل احمد كتير قوي. شفته السنه اول مره اتفرج عليه، ف 45 سنه وبيعمل المجهود ده وبيلعب بالطريقه دي، فبصراحه هو 45 سنه زيه او 45 سنه ما شاء الله. اتمنى هيثم لعب معايا، اسماعيل احمد لعب معايا انا وهيثم. لا انا اول مره اتفرج عليه، انا بحبه جدا بصراحه، يعني بحب اقعد اتفرج عليه وبحب اقعد اتعلم منه برضه. بس ده مركز وانت مركز ثاني خالص، بس انت كله بيتعلم من بعض. بص برافو عليك، كله بيتعلم من بعض. طب قول لي مؤمن طموحاتك ايه؟ خلي بالك انا احب اسال اللعيبه الصغيرين، يعني سيف كان معايا، قيدار، وكان معايا مجموعه من اللاعبين، بحب كل لاعب يبقى معايا اساله طموحاتك ايه، عشان بعد 4-5 سنين نبقى نجيبها لك على التلفزيون ونقول لك طموحاتك ايه كده. هو
الطموح الاول انك تطلع درجه اولى النادي الاهلي، تحقق كل حاجه يعني تحتكر البطولات. يعني انا شايف ان احنا نقدر نعمل كده، الموضوع مش صعب. معانا احسن لعيبه في مصر في الدرجه الاولى، ومعانا احسن ناشئين في مصر، فالاثنين لما يلعبوا يعني يبقوا مع بعض وكله بيتعلم من بعضه هنعرف ما نخسرش حاجه. ده بيبقى الطموح الاولاني. الطموح الثاني انك تبقى حاجات بقى ليك انت شخصيه، تبقى احسن لاعب بقى، يعني حاجات كده بيبقى الموضوع صعب ومحتاج شغل، بس انت بتحاول تكملها. يعني الدنيا عليك. يعني انت هدفك مش بعيده، جماعي مع النادي بتاعك، وهدف طبعاً فردي ليك، وده حق شرعي لاي لاعب. يعني المهم انا بشكرك. لازم نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين، هنستقبل كابتن ياسر طبعا نكمل معانا، هنستقبل نجم الفريق اللي طبعا كان مشارك بشكل كبير محمود وليد. هنطلع لفاصل عشان نستقبل محمود وليد.